النمسا ترفض تسليم محافظ البنك الوطني الأوكراني المتهم بقضايا فساد. منظمات دولية تندد بقرار وقف منح اللاجئين مساعدات نقدية. وزير العمل يتيح 5000 مقعد في جامعات فيينا للاجئين. معهد فيفو للاقتصاد أسعار المواد الغذائية سترتفع مجدداً. تأكيد أحكام عدد من الأشخاص متورطين في هجوم فيينا 2020. ومجهول يحتال على نمساوية لإحضار ذهب من سوريا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. رفضت النمسا طلب السلطات الأوكرانية تسليم كريلو تشيفتشينكو المحافظ السابق للبنك الوطني الأوكراني المطلوب لمحكمة مكافحة الفساد. وكان شيفتشينكو قد طلب اللجوء السياسي بسبب مزاعم الاضطهاد السياسي في أوكرانيا، ودعا هيلموت براندشتاتا المتحدث باسم السياسة الخارجية لقوى المعارضة النمساوية إلى تحويل الفوائد المتراكمة من الأصول الروسية المجمدة في دول أجنبية إلى أوكرانيا، مؤكدا على ضرورة إيجاد إجراءات قانونية للوصول إلى هذه الأصول التي تقدر بحوالي 3 مليارات يورو. رفضت منظمات خيرية دولية قرار وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا بوقف منح اللاجئين المساعدات النقدية وتبديلها ببطاقات إعانة. وأدانت أنا بار الأمينة العامة لكاريتاس الدولية القرار باعتباره مشينا وعنصريا، مؤكدة أنه ينتهك حقوق الإنسان ويقلل من اندماج الوافدين، وأكدت على الأهمية النقدية في الحياة اليومية، معارضة رؤية الحكومة بأنها تعطل تحويل الأموال للأوطان الأصلية، واتهمت الحكومة بالتصرف ضمن أجندة سياسية حزبية، معتبرة المساعدات القليلة لطالب اللجوء غير فعالة. تعتزم فيينا توسيع عدد مقاعد الكليات للشباب اللاجئين لتصل المقاعد المتاحة إلى 5000، وتستهدف الشباب بين 18 و25 عاماً لتأهيلهم لسوق العمل. وسيتم تمويل المشروع من الحكومة الفيدرالية وحكومة فيينا بالتساوي، وأشاد وزير العمل مارتن كوخا بالبرنامج الذي يهدف لإدخال الشباب بالسرعة إلى العمل وتوفير التدريب وتعلم اللغة. وأكدت مديرة مكتب العمل في فيينا بيترا تراكسل على أهمية تلبية احتياجات الشباب اللاجئين في التدريب، حيث يواجهون تحديات في الوصول إلى النساء وتوعية الشباب الرجال خاصة من سوريا. توقع معهد البحوث الاقتصادية فيفو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات هذا العام بنسبة 5.25% متجاوزة معدل التضخم المتوقع بحوالي 4%. وحسب فيفو يعزى تراجع التضخم إلى انخفاض أسعار السلع الزراعية والوقود في 2023، بينما تستمر زيادات الرواتب في دعمه، حيث شهد العام 2022 ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار بسبب زيادة تكاليف المواد الخام والطاقة وارتفاع أرباح قطاع الزراعة والتصنيع، وبالتالي أثر على الأقل بنسبة 11.5% في العام 2023 في أسعار الغذاء، متصدرة النمسا الأسعار في أوروبا. أدين 4 متعاونين في قضية هجوم فيينا 2022 بعقوبات السجن طويلة في أول محاكمة، بينما حكم على 2 آخرين بعقوبات السجن مشروطة، وذلك بعد محكمة الإعادة. وكانت المحكمة العليا قد ألغت أحكاما سابقة بسبب أخطاء إجرائية، حيث يتهم الشبان بأنهم كانوا أصدقاء لمهاجمين ينتمون لتنظيم داعش، ولكن قامت المحكمة بتأييد كل الأحكام السابقة، حيث كانت المحكمة العليا قد أكدت المساهمة في القتل والجرائم الإرهابية بعد محاكمة 5 آخرين حدد انتمائهم لتنظيم إرهابي. تعرضت امرأة في 77 من العمر في سالسبورغ للاحتيال وخسرت 188 ألف يورو حسب تقارير الشرطة المحلية. وتمكن المحتل المجهول من إقناع المتقاعدة بتحويل هذا المبلغ الكبير في خطة تسمى احتيال الحب، حيث تلقت المرأة اتصالا من شخص يدعي أنه ضابط في الجيش الأمريكي مدعيا وجود كنز من الذهب في سوريا، وسيتم إرساله عبر النمسا في حزمة دبلوماسية. وعلى الرغم من محاولة البنك منع العملية، تجاهلت المسنة تحذيرات البنك
عدة مرات. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.